جانسو، كلي لك شي شغلة بقى، أنت من امبارح ما أكلتي شي أبدا. ميليس، صدقيني مو جاي على بالي، بترجاكي لا تصري. طيب ماشي، على القليل اشربي عصير فواكه بفيدك. طيب ماشي. الخالة سراب طلعت؟ ايه أمي طلعت، يمكن بدها تاخد مارت على المدرسة، حكيت مع أمك كمان. وبتوقع جينك مو هون كمان؟ طلع هو وعزرا، راحوا مشان يشوفوا محامي. اه مشان الدعوة، قصدي دعوة مارت. ايه على سيرة مارت، انا ما خبرتك، تتذكري هي المرأة اللي خطفت مارت؟ مبارح راحت على دورة السباحة. كيف؟ انتي عم تحكي عن جد؟ ايه، حتى كانت رح تغرق، يمكن كانت عم تحاول تنقذ مارت، وعزرا انقذتهم هن الاثنين بآخر لحظة. الله أعلم شو كانت عم تعمل هنيك. وين هالمرة هلأ؟ هي بالمشفى حالياً. شو صار جانسو؟ ليش هيك تغير لونك؟ انتي قابلتيها لهالمرة من قبل؟ لا، يعني وين بدي قابلها؟ أنا بس قلقت على مارت. مبارح المسا ما حدا منكم قال لي شي. انتي مبارح كنتي تعبانة، مو ناقص إلا نخبرك هالشي. معك حق، بس ما بعرف كن ضليت جنب مارت، أكيد بيكون مرعوب. كانت جنبه عزراء، لا تاكلي هم أبدا. طيب المرة عم تقدر تحكي هلأ؟ لا، قالوا إنها بالعناية المشددة وفاقدة الوعي. آه بتوقع انه رح يصير يلي كنتي خايفه منه جانسو. عزراء وفاطمه التقوا مع بعض. ايه صار عندي علم. طيب انا حاليا مو فاضيه، بنحكي بعدين. معناتها اسمعي اللي بدي احكيه، الدعوه انرفعت وبسبب وضع الطفل الخاص رح ينعرض على المحكمه باسرع وقت. قلت لازم تعرفي، ما بعرف، بلكي لازم تاخدي احتياطاتك، لانه بالنهايه اذا حكت هاي المره ما حدا بيعرف مين رح يتبادل. ما في شي سيء مو هيك؟ لا بنوب، قصص المدرسة. التاكسي لساتها ما اجت، انتي لوين كان بدك تروحي؟ انا لازم اخذ التقرير الطبي على المدرسة، بس الملف ضل بالبيت. رح روح جيبه طالما امي بالكافيه، ما بدي اشوفها لانه. ايه فهمت. طيب معناتها انا بحطك بشي مكان قريب على الطريق. موافقة. ميليس، مشان هداك الشاب يمكن اسمه قدير. ايه انتي لساتك لهلأ عم تشوفي؟ عم شوفه. يعني الأمور كلها منيحة؟ حالياً كل شي حلو كتير معه. شوفي. يعني ما بعرف، بس ما هيك ديري بالك، الواحد بهالأيام ما عاد يوثق حتى بأمه. معك حق، بس ما هيك ديري بالك منيح، اسمعي كلامي. شو يعني هالكلام هلأ؟ بالأول لازم تثقي من مشاعرك تجاهه من جهة، ومن مشاعره من جهة تانية. يعني هيك أمور بتبين مع الوقت. إذا بتعرفي شي طريقة لكشف المشاعر قوليلي. أنا برأيي في طريقة لهالشي، فيكي مثلاً تجربي تبعدي عنه فترة، إذا عن جد بيحبك رح يضل يلحقك ويدور عليكي، ووقتها بتفهمي إنه بيحبك. ألو؟ ميليس، مرحبا. أنا قلت لحالي بلكي منقدر نلتقي اليوم. مو غلط، وين بدنا نلتقي؟ هلأ ببعتلك الموقع. تمام، بس المكان يلي رح روح عليه هو كافي؟ لا مو كافي، مكان شغلي. طيب ناطرة العنوان. علي وين تيابي تبع الشغل؟ ها وصل الموقع.
غريب، هالمكان ما بعرفه أبدا، غريب عن جد. لو سمحت بدي روح على هذا المكان.